السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعضاء متابعين قناة أرباح من الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة، برجاء ضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة معانا مجموعة جميلة جدا من الدروبات. أول دروب فيهم هو يعتبر بونص من منصة كوين بايت أو كوينز بايت. الإيردروب عبارة أو البونص عبارة بالنسبة للناس اللي هتسجل جديدة في المنصة، ياخدوا حوالي 5000 قطعة من عملة اسمها سي إم بي. تمام، انا بالنسبه لي خلاص بيقول لي مبروك هنا ان انا رصيدي هيوصلني يوم 10 اكتوبر، عشان هو بالفعل الدروب او البونص يخلص يوم 10 اكتوبر، يعني فاضل 6 ايام نلحق نسجل فيهم. الشرط عشان يوصلك الرصيد لازم طبعا تسجل في المنصه وتفعل وثائق. بعد ما بتسجل بتخش هنا على كلمه اكونت وتخش تعمل فيكريشن وتفعل الوثائق بتاعتك، سهله ما فيهاش اي مشكله. الدروب هيوزع 5000 قطعه حسب تسعيره المنصه. لو بصينا هنا ده البوست اللي هم عاملينه على الصفحة بتاعتهم، بيقول لك انه هيوزع 5000 قطعة، سعر القطعة 10 سنت، يعني بمعدل 500 دولار. احنا هنقول اضعف الايمان 100 دولار، وبإذن الله يبقى فيها ربح كويس. نخش بعد كده على الدروب اللي بعده، وده انا بعيد شرحه بس نظرا لوصول الرصيد. نعمل كأنه اثبات لينا الرصيد وصلني بالنسبة لراوند 1 اهو، كنت مسجل فيه بس ما فيش احالات جت عن طريقه. نخش الراوند 2. المطلوب مننا ان احنا اول حاجه انت تكون عملت محفظه. المحفظه معاك اختيارين، يا اما تنزل المحفظه يا اما تسجل في الصفحه الويب دي اللي هو المحفظه الويب. والتسجيل في المحفظه الويب سهل، عباره عن يوزر وباسورد، مفيش اكتر من كده. بعد كده بتخش هنا على كلمه كرييت واليت وبتاخد عنوان المحفظه، واول مهمه هي تحط المحفظه بتاعتك. بعد كده بقيت المهام سهله مفيهاش اي مشكله. الدروب مضمون 100% 100% 100%. ومعانا لسه كمان شغل فيه كتير، ده يعتبر تاني مرحلة. هو الايردروب هيعمل 7 مراحل نقدر نجمع منه العملات براحتنا، يعني يخلص ده هنخش على ده بإذن الله. نخش بعد كده على الايردروب اللي بعده، هو الفكرة شبيه بيه برضو بس ده عبارة عن بوت تليجرام. أول حاجة مطلوبة مننا نفس القصة بالظبط، هنعمل محفظة ونفس القصة برضو في المحفظة بالظبط، يوزر وباسورد وكارية محفظة وادي عنوان المحفظة. نيجي بعد كده نخش على الايردروب، عبارة عن بوت تليجرام خاص بعملة اسمها سوبر 8. نفتح كده الدروب مع بعض. الدروب بيفتح معانا بالشكل ده. اول حاجه بيطلب منك تشوف اللغه، قوله الانجليزيه. بعد كده المهام جروب تليجرام جروب تليجرام جروب تليجرام. بعد كده فولو ريتويت الاول بوست هنا، انضمام لموقع ديسكارد، هنا تعمل له زياره للصفحه بتاعتهم مجرد زياره. هنا انضمام برضو فولو ريتويت للسبونسر بتاعهم. بتحط الاثبات بتاعتك بالشكل الطبيعي بتاعنا المعتاد، وبعد كده بيظهر معاك الرصيد بتاعك المفروض هنا بعد ما يتاكد من البيانات بتاعتك من المهام. نخش بعد كده على الدروب اللي بعده، هو مش الدروب، يعتبر تجميع للعمله. كان في مشكله في الموقع رجع يشتغل تاني. انت معاك طريقتين للمحفظه، يا اما تنزل المحفظه بتاعتهم من الصفحه الرئيسيه، نقفل دي بس كده، تخش هنا على الصفحه الرئيسيه، اللينك اللي انا هسيبه لك هتخش الصفحه وتنزل المحفظه، يا اما تاخد اسم العمله والعمله موجوده بالفعل على كوين ماركت كاب وسعرها كويس. نبص كده مع بعض. نكتب اسم العمله زين، تمام، هي دي هورن زين، سعرها وهي نازل دلوقتي حاليا 3 دولار ونص. تمام، نرجع تاني كده للدروب. هتاخد انت ايه، احنا قلنا بس هنبص هنا، هتيجي على الماركت تشوف اي منصة انت من دولت مسجل فيها، او لو مش مسجل سجل في معاك المنصات هي كلها العملة موجودة في تقريبا 90% من المنصات. انا مثلا هتاخد عنوان العملة من اي منصة وتستعمله في الايردروب، لاما تنزل المحفظة، معاك الاختيارين. تمام، يفضل لو نزلت المحفظة طبعا. بتيجي هنا على الفوست كل يوم، بتحط هنا عنوان المحفظة اللي انت هتستعملها، وبتحل الكابتشا. هما دلوقتي الكابتشا خلوها ايه، الكابتشا اللي هي الصورة، كان الأول عبارة عن مسألة حسابية، لغوا الموضوع ده، عدلوه في الموقع ودوس كلمة كلاين بس ليك هي مرة واحدة كل 24 ساعة. لما بتخلص العداد ده اللي هي ل5 مرات، البونص انت بتاخده بيزيد معاك أضعاف، يعني كل مرة بيضرب في ايه، في ضعف في ضعف في ضعف، لغاية لما هيوصل معاك لسعر اللي انت تاخد واحد قطعة كل يوم. يا ريت ما نفوتش الدروب ده او التجميعة دي عشان نخسر فيه اي حاجة، هي مرة كل 24 ساعة. نخش الدروب اللي بعده، ده بيدينا 80 دولار او 1000 قطعة من العملة دي اللي هي عملة ماك فولد. المهام المطلوبة فولو تليجرام فولو تليجرام، هنا فولو على ريتويت، وهنحط 5 تاج من الاصدقاء لاول بوست ولايك ريتويت، يعني فولو على ريديت، انضمام لليوتيوب.
نيجي بعد كده الدروب اللي بعده. الدروب ده مكون من جزئين، اول جزئيه انت تكون مسجل في منصه بيزنيك، تسجيل فيها سهل، ايميل باسورد باسورد، بتسيب كود الاحاله، بتحل الكابتشا، تعلم المربعين، ريجستر، بعد كده بيجي لك كود تفعيل على الايميل، بتفعل عادي. نيجي لبقيه الدروب، هو عباره عن فورم. اول مهمتين هتعمل فولو على تويتر، نيجي المهمه الثانيه هتعمل هنا فولو على تويتر، واول بوست تعمل له لايك وريتويت مع كومنت، نفس القصه مع البوست الثاني. ننزل هنا الاثبات بتاعتنا، لينك بروفايل خاص بينا على تويتر، لينك ريتويتات الاولانيه، لينك ريتويتات الثانيه، وهنا الايميل اللي سجلنا فيه في منصه بيزنكس. الدروب او الرصيد وصلنا على منصه بيزنكس. نيجي للدروب اللي بعده خاص بعمله اسمها ايديكس. الاير دروب سهل، يعتبر مهامه سهلة جدا، كل المهام المطلوبة مننا نفتحه كده. الاير دروب اول ما يفتح معانا بيفتح بالشكل ده، بتدوس على كلمة نيو تاسك. الاير دروب هيوزع على كل احالة، ده غير طبعا المهام، المهام فيها 50 قطعة، عن كل احالة 5 قطع. المهام المطلوبة انضمام لجروب تليجرام، فولو على تويتر، فولو على ثلاثة جروب تليجرام، واحدة فولو على تويتر وريتويت، بس اعتبر دي المهام المطلوبة. يبقى المهام المطلوبة هي تليجرام وتويتر فقط. نخش بعد كده على الجروب اللي بعده، وده خاص بعملة اسمها سوام نتورك. الجروب عبارة او ما بيفتح معانا ادوس على كلمة تاسك، هديك المهام اهي، انضمام بجروب تليجرام اول وتاني، بعد كده فولو على تويتر، اول بوست لايك وريتويت، وهنا فولو على الفيس، بيديك في مقابل كده 400 قطعة، عن كل احالة 50 قطعة من العملة. الايردروب اللي بعده خاص بعملة اسمها الينكس. برضو انا على فكرة الايردروبات النهاردة انا رجعت عليها كلها وتأكدت العقود بتاعتها وكل الشغل ده. المهام الايردروب ده اول ما يفتح معانا ناخد بالنا من النقطة دي، شايفين الكود ده، هو بيجيب لك كبرش عبارة عن هو بيكتب لك كود بيقول لك انسخه واكتبه مرة كمان، بس زي انا ما عامله كده. بعد كده بيبتدي معاك المهام، انضمام 3 جروب تليجرام، فولو على الفيس، فولو على تويتر، بعد كده بيديك رابط الاحاله وبيطلب منك رقم محفظتك، بس رقم محفظتك لازم انت تدوس هنا على كلمه والد. وبرده بالنسبه لمهمه الفيس هتدوس هنا فيس، هتدوس هنا تويتر، وهنا بيديك رابط الاحاله. نخش على الدروب اللي بعده. الدروب اللي بعده ده سهل، عباره عن انت بتسجل بالايميل واسمك بس فقط لا غير، بعد كده بيفتح معانا بالشكل ده. اول مهمه بيطلب منك رقم محفظه الاسر والمولد بتاعتك دي، بعد كده بيحولك على صفحه وبيطلع منها اجابه السؤال. سيبك من المهمه دي مش مهم قوي، خلينا هو معانا نقاط كتير نقدر نجمع منها زي تويتر، يوتيوب، كل دي مهام، ومهام سهله عباره عن فولو او تويتاية او انضمام، حاجات سهله جدا يعني، وكلها بيدي كميات كبيره. اعتبر بس دي اكبر مهمه في قائمه تشير رصيد، فسيبك من المهمه دي. نيجي بعد كده الدروب اللي بعده، برضو تم مراجعته، عباره عن بوت تليجرام، وتاكدت من عقد العمله. هنا المهام الظاهرة معانا بس انا هشرحها لكم. اول ما بيفتح معانا الدروب بيديك مسألة حسابية سواء بالجمع او بالطرح، وتركز في النقطة دي. بعد كده بيديك ثلاث مهام، اول مهمة انضمام لجروب تليجرام اول وثاني، بعد كده بيطلب منك تعمل له فولو على تويتر، بعد كده بيطلب منك الايميل بتاعك، بعد كده رقم محفظة الاسر والمولد. هيديك 30 قطعة من عملة التنس تمام، وعن كل حالة 5 قطع. الدروب اللي بعده خاص بعملة اسمها من فينيكس، شبيه للدروب اللي عدى ده، يعني يعتبر نفس في نفس المهام بس زياده. او اول حاجه بيطلبها منك هنا، هتلاقي على فكره المهام بتبقى موجوده تحت، انت بتدوس على مهمه مهمه بس بقيه المهام اختفت. يعني هو كان مديني مثلا زي كلمه هنا 1 اي ريجستر تاسك، هتلاقي رقم 2 فيس، رقم 3 مش عارف تويتر، رقم 4 تليجرام، وهكذا. المهم اول مهمه بيقول لك انت هتسجل في المنصه دي، وبعد ما تسجل هتخش على كلمه والت وتعمل كرييت لعمله الايثيريوم، بس ده المطلوب منك، وتحط له هنا الايميل اللي انت سجلت بيه في المنصه. بعد كده تدوس له على المهام الثانيه، مثلا زي مهمه كان مديني مثلا انضمام لجروب تليجرام، هتلاقي رقمها هنا، انت تدوس على المهمه يديك رقمها، انضمام لجروب تليجرام، مهمه الفيس، مهمه تويتر، وهكذا لغايه لما تخلص خالص توصل النهايه. الرقم ما بيطلبش، لا هنا رقم محفظ عشان الرصيد هيوصل لك على المنصه نفسها اللي انت سجلت عليها. اير دروب اللي بعده ده يعتبر بس ايه زي تذكير كده. بالاير دروب ده عباره عن انت بتنضم للويت ليست، اهي الاير دروب هيوزع 1,000,000 قطعة على المشتركين مش على كل شخص، من عمله دي جي تي اكس. العمله موجوده بالفعل على كوين ماركت كاب. كل اللي عليك هتحط ايميلك واسمك، وبيجي لك كود تفعيل بتفعل، وبعد كده بتيجي هنا المهام، فولو تويتر، سبسكرايب يوتيوب، وهكذا. كل مهمه هتعملها هتلاقي الرصيد بتاعك بيزيد
في ايه، هنا بيديك البوزيشن وهنا بيديك توتال ايه النقاط. الدروب مهم جدا ويا ريت ما نفوتوش. نخش بعد كده على الدروب اللي بعده. ده يعتبر مش اير دروب، ده اثبات سحب. الاير دروب انا شرحته قبل كده، كنت انا شرحت التسجيل في منصه هايدكس قبل كده، كانت مديه بونص للي هيسجل فيها. الاير دروب وصلني بالفعل 3000 قطعه من عمله ال جي، بتساوي حوالي تقريبا هنقول 31 دولار او 30 دولار. تمام. لسه التحويل ما بقى مش شغال عليها، يعني انا ما اقدرش ابيع احولها لسوريوم او اي عمله تانية حاليا. هنعرف امتى ازاي؟ لو بصينا هنا مثلا، دي عمله مثلا البي تي سي، ما فيها تحويل على البيتكوين كاش وفيها تحويل على اليو اس دي. نفس القصه لما تيجي تدوس هنا على كلمه تريد وهتلاقي اداك خيارات تانية، يبقى في الحاله دي العمله اتفتحت تحويل او تداول. اول ما يفتح التداول هعمل بها فيديو ان شاء الله. المنصه دي عامله بونص برده كويس قوي بمعدل 50 دولار. كل اللي عليك انت هتسجل وتفعل وثائق بس كده، وبعد كده ما بتخلص بتخش هنا على كلمه جون اور اير دروب. بعد ما تسجل فيها هتلاقي تشوف المهام المطلوبه منك ايه هي وتنفذها. بس اول حاجه لازم تفعل، لازم تسجل وتفعل وثائق. انا بس منتظر تفعيل وثائق وبعد كده هشرح ايه المهام. ده شكل الصفحه، بس انا في انتظار لتفعيل وثائق، هعمله واخلصه وبعد كده نشوف المهام المطلوبه مني. المهم انا هتلاقيني برضو حاطط شويه اير دروبات كده قديمه قربت تنتهي، بس مهمه جدا. واتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.